رعى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء المهندس جمال الصرايرة احتفال نادي شباب الفحيص بعيد الاستقلال 72 بحضور محافظ البلقاء نايف الحجاية وعدد من المسؤولين وجمع كبير من أبناء المنطقة. وقال الصرايرة في كلمة الافتتاح إن الشعوب التي تعتز بمناسباتها هي شعوب تنتمي إلى منجزاتها وتحرص على ما تحقق على ثرى أوطانها، وأن الأمم التي احتفظ بها التاريخ في ذاكرته هي الأمم التي وازنت بين متطلباتها الوطنية وأدوارها القومية. ومن جهته قال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي إن الاستقلال هو مناسبة نستذكر بها عزيمة الرجال الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن، مضيفاً أن الأردن أخذ موقعاً عربياً ودولياً متقدماً فضلاً عن إسهاماته في بناء السلام وتحقيق الإصلاح والديمقراطية ورفع مكانة المرأة والشباب. وتخلل الاحتفال مسيرة لمجموعة كشافة نادي شباب الفحيص وافتتاح معرض الاستقلال الذي تضمن صور الهاشميين، إضافة إلى قصائد شعرية تغنت بالأردن وعرض غنائي لفرقة الرواد. وفي نهاية الاحتفال كرم الصرايرة الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة بلدية ونادي الفحيص منذ التأسيس.